أصدقائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ومع برنامجكم برنامج شركة المشروعات السياحية نحن أصدقاؤك. سنذهب اليوم في جولتين، الأولى إلى الحديقة السياحية لنحتفل معا بمناسبة رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بألف خير، والجولة الثانية ستكون نزهة بحرية بقارب ابتسامة، فكونوا معنا. أصدقائنا المشاهدين، أهلا بكم من جديد. أقامت شركة المشروعات السياحية بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية، كل عام وأنتم بألف خير، وبتعاون وتنسيق مع اللجنة العامة للجالية المصرية في دولة الكويت مهرجان الليلة الكبيرة. مهرجان الليلة الكبيرة كان في الحديقة السياحية في يوم الخميس الذي وافق الثامن من شهر مايو لعام 1997. تضمن هذا المهرجان العديد من الفقرات الترفيهية والثقافية والأنشطة المنوعة، إضافة إلى عرض الأراجوز. ما رأيكم الآن بأن نبقى مع هذه المقتطفات؟ يا رسول الله جئت، الأرض والسماوات أضأت، وبيدي من الضلالة إلى الهدى أخذت. أضأت لي طريق المعتمي، ونزعت من يدي كأس الخطيئة، وأعطيتني كأس الإيمان يا محمدي. ولم تسع الدنيا فرحتي عندما الإيمان أرويتني. إيه رأيك يا رجوز؟ أدام هو الله، بس 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 إيه؟ أروح. نعم؟ أروح أروح؟ إيه؟ لا مش مروح، بقول لك روح مش مروح. عاوز إيه؟ أنت مالك أنت؟ تغنوا معايا يا اولاد؟ ايه؟ بيب 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 بس اوعى سيب بقري ما تفهموش. ايه؟ بيب بيب وانا بقول بيب بيب بيب. لا يا اسمع بيب. أصدقائنا المشاهدين، وعدناكم بنزهة بحرية، وها نحن نفي بالوعد ونوجه نداء إلى كل عشاق المغامرات، إلى عشاق ركوب البحر وعشاق الرحلات البحرية، حيث أن شركة المشروعات السياحية ستدعوكم للإبحار معها عبر قارب ابتسامة واحد. قارب ابتسامة وفرت لكم شركة المشروعات لأخذكم في رحلات بحرية إلى الجزر المختلفة، انطلاقا من منتزه الخيران، أو برحلات بحرية ونزهات قصيرة إلى حيث ترغبون. معي هنا لائحة بالأسعار إذا أحببتم أن تطلعوا عليها. رحلة إلى جزيرة أم المرادم لمدة 24 ساعة تكلف مبلغ 200 دينار كويتي. الرحلة إلى جزيرة أم المرادم لمدة 12 ساعة تكلفكم 150 دينار كويتي. أما إذا أردتم أن تذهبون في مجموعات، أي 25 فرداً ورحلة إلى جزيرة أم المرادم، فعليكم أن تدفعوا على الشخص الواحد 8 دنانير، وبإمكانكم أن تقوموا بجولة بحرية لمدة ساعتين،
المجموع 25 فردا على الأقل، وتدفعون على الشخص الواحد 3 دنانير فقط. إذا لا تترددوا وأبحروا في بحر الكويت، ونتمنى لكم نزهة رائعة. المشاهدين، لم يبقى إلا أن نقول لكم إذا أردتم أن تحجزوا في قارب ابتسامة، ما عليكم إلا الذهاب إلى منتزه الخيران والحجز من هناك مباشرة، أو ذهاب إلى مركز المعلومات والعاملين في شركة المشروعات السياحية على استعداد تام لمساعدتكم. نتمنى أن نكون في هذه الحلقة من نحن أصدقاء قد قدمنا المختصر المفيد. إلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.